لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. ورجل عصى الله فلم يطيعه، فصار المطيع إلى الله فأدخله الجنة، وصار العاصي إلى الله فأدخله النار. هل يتفضلان في الإيمان؟ قال لا. قال فذكرت ذلك لعطاء، فقال سلهم الإيمان طيب أو خبيث، فإن الله قال ليميز الله الخبيث من الطيب، ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون. يبقى اللي دخلوا النار خبثاء، يبقى ازاي بقى الكلام؟ ومين سالم الافطس؟ شو اللي اجتمع فوق الفرق الشرعي؟ ايه ده؟ يعني الجر والمال ماشي مكمل؟ في الاغلب، في الاغلب. قال فقال فسالتهم فلم يجيبوني، فقال بعضهم ان الايمان يبطن ليس معه عمل، فذكرت ذلك لعطاء، فقال سبحان الله أما قولنا الآية التي في البقرة ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة وكتاب النبيين. قال ثم وصف الله على هذا الاسم ما لزمه من العمل، فقال وآتى المال على حبه للقربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إلى قوله وأولئك هم المتقون، فقال سلهم هل دخل هذا العمل في هذا الاسم؟ وقال ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن، فألزم الاسم العمل والعمل الاسم. والمقصود هنا أنه لم يثبت المدح إلا على إيمان معه العمل، لا على إيمان خال عن عمل. فإذا عرف أن الذم والعقاب واقع في ترك العمل كان بعد ذلك نزاعهم لا فائدة فيه، بل يكون نزاعا لفظيا مع أنهم مخطئون في اللفظ. ده هو مرجئة الفقهاء، يعني لو ده زي ما بيقرهم بان هم ان هو في ذم على ترك العمل وعقاب على ترك العمل، اذا اقر ذلك بقى النزاع لفظ، لكن يبقى مخطئون في اللفظ مخالفون للكتاب والسنه. وان قالوا انه لا يضره ترك العمل فهذا كفر صريح. وبعض الناس يحكي هذا عنهم، وانهم يقولون ان الله فرض على العباد فرائض ولم يرد منهم ان يعملوها ولا يضرهم تركها، وهذا قد يكون قول الغالية الذين يقولون لا يدخل النار من أهل التوحيد أحد، لكن ما علمت معينا أحكي عن هذا القول، وإنما الناس يحكونه في الكتب ولا يعينون قائلا. وقد يكون قول من لا خلاق له، فإن كثيرا من الفساق والمنافقين يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب أو مع التوحيد، وبعض كلام الرادين على المرجئة وصفهم بهذا. ويدل على ذلك قوله تعالى في آخر الآية أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون، فقول صدقوا أي في قولهم آمن، في قولهم آمن الظر، ولكن البر من آمن. والقول فوق مش به قول جه، بل قول جه ما أشد منه هو، بس ما عرفش ابن تيمية ما نسبوش له ليه، وإن عامة من ينسب إلى المرجئة ينسب إليه هذا الكلام، بس الظاهر إن هو قصده مفيش حد صرح به في مصنف مصنفاته. يقول صدقوا في قولهم، أعتقد آمنا أو آمنوا ترجع عليهم يعني خبر عنهم، كقوله قالت العرب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قلوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، إلى قوله إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون، أي هم الصادقون في قولهم آمنا بالله، بخلاف الكاذبين الذين قال الله فيهم إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسول والله يشهد إن المنافقين الكاذبون. وقال تعالى ومن الناس من يقول آمنا بالله واليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون ويكذبون، قراءتان مشروطتان، فإنهم كذبوا في قولهم آمنا بالله واليوم الآخر وكذبوا الرسول في الباطل وإن صدقوه في الباطل. وقال تعالى ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكذبين، فبين أنه لا بد
أن يفتن الناس، أي يمتحنهم ويبتليهم ويختبرهم. قالوا فتنت الذهب إذا أدخلته النار لتميزه ثم اختلط به. منه قول موسى إن هي إلا فتنتك، أي محنتك واختبارك وابتلاؤك، كما ابتليت عبادك بالحسنات والسيئات ليتبين الصبار الشكور من غيره، وابتليتهم بإرسال الرسل وإنزال الكتب ليتبين المؤمن من الكافر، الصادق من الكاذب، والمنافق من المخلص، فتجعل ذلك سبيلا لضلالة القوم المهدى آخر. فالقرآن فيه كثير من هذا، يصفهم بالصدق والمنافقين بالكذب، لأن الطائفتين قالتا بألسنتهما آمنا، فمن حقق قوله بعمل حقق قوله بعمله فهو مؤمن صادق، ومن قال بلسانه ما ليس في قلبه فهو كاذب منافق. قال تعالى وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله وادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم بالإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون. فلما قال في آية البر أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون دل على أن المراد صدقوا في قولهم آمنا، فإن هذا هو القول الذي أمروا به وكانوا يقولون، ولم يؤمروا أن يلفظوا بألسنتهم ويقولوا نحن أبرار أو برر، ما وردش كده، بل إذا قال الرجل أنا بر فهذا مزكي لنفسه، ولهذا كانت زينب بنت جحش اسمها برة فقيل تزكي نفسها فسماها النبي صلى الله عليه وسلم زينب، بخلاف إنشاء الإيمان بقولهم آمنا، فإن هذا قد فرض عليهم أن يقولوا. قال تعالى قولوا آمنا، يعني في فرق بين أقول أنا مؤمن وبين آمنت. قل آمنت بالله في المستقبل، قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم، كذلك في أول آل عمران قل آمنا بالله في الآية. وقال تعالى آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. فقولوا لا نفرق لأنهم قالوا آمنا ولا نفرق، ولهذا قالوا سمعنا وأطعنا، فجمعوا بين قولين آمنا وبين قولين سمعنا وأطعنا. قال في آية البر أولئك وأولئك هم المتقون، فجعل الأبرار هم المتقين عند الإطلاق والتجريد، قد ميز بينهم عند الإقتران والتقييد في قوله وتعاونوا على البر والتقوى. ودلت هذه الآية على أن مسمى الإيمان ومسمى البر ومسمى التقوى عند الإطلاق واحد، فالمؤمنون هم المتقون وهم الأبرار. ولهذا جاء في حديث الشفاعة الصحيح يخرج من النار من في قلبه مثقال ذرة في بعضها مثقال ذرة من خير، هذا مطبق لقوله تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وذلك الذي هو مثقال ذرة من خير ومثقال ذرة من إيمان، هؤلاء المؤمنون الأبرار الأتقياء هم أهل السعادة المطلقة، هم أهل الجنة الذين وعدوا بدخولها بلا عذاب. هؤلاء الذين قال النبي صلى الله عليه وسلم في من عشنا فليس منا، عمل علينا السلاح فليس منا، فإنه ليس من هؤلاء بل من أهل الذنوب المعرضين للوعيد أسوة أمثال. في إضافة وضح زيادة بالتوضيح السابق. تلازم والمغيرات. لا هو من هنا بقى إن هو اللفظ كده اللي هو إن الإيمان بيطلق ويراد يعني الإيمان والبر والتقوى والدين ماشي ودين الإسلام كلها إيه؟ أيوة حقيقتها عند الإطلاق واحد. وإن اختلفت الأسماء وكل منها له معنى اللي هو ده من التغاير اللي من جهة ايه؟ تغير الصفات. مش كده؟ عطف تغير الصفات. الحياة الجامعة بجهة. إذا جمع بينا. من الواحد يكون مؤمن دي مش ممكن يحققها؟ مؤمن بالله ورسوله؟ مؤمن بآياته؟ غير مؤمن ممكن نعم صحيح. سواء أمن مشكلة؟ زي أمن. صح. القيد ده يوضح. ممكن التغير ايه؟ ها؟ التغير ايه؟ اللي هو من باب عطف الصفات لما يتجمع. وهذا النوع من نمط أسماء الله وأسماء كتابه وأسماء رسوله وأسماء دينه. قال الله تعالى قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. قال ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. قال
تعالى هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز وأسماؤه كلها متفقة في الدلالة على نفسه المقدسة وعلى ذاته عزيز ثم كل اسم يدل على معنى من صفاته ليس هو المعنى الذي دل عليه الاسم الآخر العزيز يدل على نفسه مع عزته الخلق يدل على نفسه مع خلقه الرحيم يدل على نفسه مع رحمته ونفسه تستلزم جميع صفاته وصار كل اسم يدل على ذاته صفة مختصة به بطريق مطلق وعلى أحدهما بطريق تضمن وعلى الصفة الأخرى بطريق تضمن معروفة به وهكذا أسماء كتابه القرآن والفرقان القرآن والفرقان والكتاب والهدى والبيان والشفاء والنور ونحن ذلك هي بيدين منزل كذلك أسماء رسوله صلى الله عليه وسلم محمد وأحمد كل منها لها معنى ماشي بس مختلف في الثاني في تغير الصفات وفيها ثلاثة والماحي والحاشر والمقفة ونبي الرحمة ونبي التوبة ونبي محمد كل اسم يدل على صفة من صفاته الممدوحة وغير الصفة الأخرى وهكذا ما يثنى ذكر من قصص في القرآن قصة موسى وغيرها قصة موسى عشان أكثر قصة تكرار ليس المقصود بها أن تكون ثمرا بل المقصود بها أن تكون عبرا كما قال تعالى لقد كان في قصصهم عبرة الذي وقع شيء واحد وله صفات ويعبر عنه بعبارات متنوعة كل عبارة تدل على صفة من الصفات التي اعتدوا بها المعتبرون وليس هذا من التكليف فعلا في كل موضع بيكون لها فوائد وهكذا اسماء إيمانه الذي امر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم يسمى ايمانا وبرا وتقوى وخيرا ودينا وعملا صالحا وصراطا مستقيما ونحو ذلك وهو في نفسه شيء واحد لكن كل اسم يدل على صفه ليست هي الصفه التي يدل عليها الاخر تكون تلك الصفه هي الاصل في اللفظ والباقي كان تابعا لها لازما لها ثم صارت داله عليه التضمن فان الايمان اصله ايمان الذي في القلب ولا بد فيه من شيئين كلام مهم تصديق بالقلب واقراره ومعرفته ويقال لهذا قول القلب الاولاني ده الشيء الاول الاول الشيئين تمام كل دول اللي هو الشيء الاول ويقال لهذا الشيء الاول قول القلب قال الجنيد بن محمد التوحيد قول القلب والتوكل عمل القلب فلا بد فيه من قول القلب وعمله ده الشيء الثاني بقى ثم قول البدن وعمله ولا بد فيه من عمل القلب مثل حب الله ورسوله وخشية الله وحب ما يحبه الله ورسوله وبغض ما يبغضه الله ورسوله وإخلاص العمل لله وحده وتوكل القلب على الله وحده وغير ذلك من أعمال القلوب التي أوجبها الله ورسوله جميعا ثم القلب هو الأصل فإذا كان فيه معرفة وإرادة سرى ذلك إلى بدنه الضرورة يمكن أن يتخلف البدن عما يريده القلب لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم فلم يكن الإيه الإيمان الحقيقي موجود اللي هو الكامل ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله ده كلام واضح جدا على فكرة الكلام ده اللي بيحتج بيه من يقول إن يعني إن إيه إن العمل الظاهر شرط في الإيمان مع إن ده كلام مش واضح من الكلام المقصود إنه يوم ما يوجد الإيمان المعرفة والإرادة الحقيقية للكاملة لابد أن يتواجد عمل البدن حتما إن جاء إسلام عليه الحديث اللي هو بتاع صلاح القلب وصلاح القلب مستلزم لصلاح الإيه؟ ووجود ذرة إيمان ما يسماش صلاح قلب مش كده؟ يعني احنا متلازمين في الواحد يكون عنده ذرة إيمان في قلبه ما عندوش عمل ظاهر فده اللي احنا بنتصور وجوده واللي بيكفر تارك الصلاة يقول لا له يتصور وجوده ماشي كده؟ ده قد يحتاج بيقول ده كلام ابن تيمية في الحتة دي مش بيقول ده بيتكلم على وجود المعرفة والإرادة اللي هي القول والعمل الكاملين يبقى لابد يوجد عمل الظاهر وده ما فيهوش نزاع ورد على المرجئه في سبق وده رد على المرجئه وقال ابو هريره القلب ملك والاعضاء جنود فاذا طاب الملك طابت الجنود واذا خبث الملك خبث الجنود وقول ابي هريره ده قريب وقول النبي صلى الله عليه وسلم احسن ما يرد فان الملك وان كان صالحا
فالجند له اختيار، قد يعصون به ملكهم والعكس، يكون فيهم صلاح مع فساد أو فساد مع صلاح، بخلاف القلب فإن الجسد تابع لله لا يخلو عن إرادته قط، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلحت صلح لا سائر الجسد وإذا فسدت فسد لا سائر. فإذا كان القلب صالحا بما فيه من الإيمان علما وعملا قلبيا لزم ضرورة صلاح الجسد بقول الظاهر والعمل بالإيمان المطلق، كما قال أئمة القلب قول وعمل، قول باطن وظاهر وعمل باطن وظاهر، الظاهر تابع للباطن لازم له، متى صلح الباطن صلح الظاهر، إذا فسد فسد. ولهذا قال من قال من الصحابة عن المصلي العابد لو خشع قلبه لو خشع جوارحه، فلا بد في إيمان القلب من حب الله ورسوله، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، قال الله تعالى من الناس من يتخذون دين الله أندادا يحبونهم كحب الله، الذين آمنوا أشد حبا لله، فوصف الذين آمنوا بأنهم أشد حبا لله من المشركين بأندادهم. في الآية قولان، قيل يحبونهم كحب المؤمنين الله، الذين آمنوا أشد حبا لله منهم لأوثانهم، وقيل يحبونهم كما يحبون الله، والذين آمنوا أشد حبا لله منهم، وهذا هو الصواب. والأول قول متناقض وهو باطل، فإن المشركين لا يحبون الأنداد مثل محبة المؤمنين لله، وتستلزم الإرادة وهي وجه طبعا عندهم إيه مثل محبة المؤمنين لله، اللي هي مثل نوع المحبة مش قدرها، الوجه ده مش بطل الدرجة يعني. يقول وتستلزم الإرادة، والإرادة التامة مع القدرة تستلزم الفعل، فيمتنع أن يكون الإنسان محبا لله ورسوله مريدا لما يحبه الله ورسوله إرادة جازمة مع قدرته على ذلك وهو لا يفعل. عشان كده بيشوف كان بيقول إيه إرادة إيه جازمة. فإذا لم يتكلم الإنسان بالإيمان مع قدرته دل على أنه ليس في قلبه الإيمان الواجب الذي فرض الله عليه. ومن هنا هذا الخطأ قول جهل ومن اتبع أيضا، أن الإيمان مجرد تصديق القلب وعلمه ولم يجعله أعمال القلب من الإيمان، هي دي نقطة النزاع الأساسي بين المرجئة ومن أهل السنة. وظنوا أنه قد يكون الإنسان مؤمنا كامل الإيمان بقلبه وهو مع ذلك يسب الله ورسوله ويعادي الله ورسوله ويعادي أولياء الله ويوالي أعداء الله ويقتل الأنبياء ويهدم المساجد ويهدم المصاحف ويكرم الكفار غاية الكرامة ويهين المؤمنين غاية الإهانة، قالوا هذه كلها معاصي لكن في الإيمان الذي في قلبه، بل يفعل هذا وهو في الباطن عند الله مؤمن، عشان ما عندهمش إن الإيمان إيه؟ عمل القلب كمان، وإلا فده مستحيل أن يصدر من واحد بهذه المسألة. قال وإنما ثبت له في الدنيا أحكام الكفار، لأن هذه الأقوال أمارة على الكفر ليحكم بالظاهر كما يحكم بالإقرار والشهود، وإن كان في الباطن قد يكون بخلاف ما أقر به بخلاف ما شهد به الشهود. فإذا أورد عليهم كتاب السنة والإجماع على أن الواحد من هؤلاء كافر في نفس الأمر معذب في الآخرة، اللي هو بيسب الله ويعاديه ويعادي أولياء الله ويحارب الدين، وإن يقول بعد هذا معذب، قالوا فهذا دليل على انتفاء التصديق والعلم من قلبه، وده كلام باطل قطعا، عشان كده هم التزموا من إبليس، انتفى التصديق، ما التزموش مؤمن، التزم مؤمن من قريب من الملك، هو التزم الكلمة دي من انتفى التصديق مع كفره، مع انه بعد ما كفر بيقول رب مش كده، وبيقول هو كفر من ساعة ما أبى السجود مش كده، وقال خلقتني من نار قال ربي فأنظرني إلى يوم البعث مش كده، بعد ما رد الأمر على الله وكفر وأعلنها صراحة مش كده، قال فبعزتك لا أغنى جميعا، يبقى ازاي انتفى التصديق من قلبه، ها انتفى الانقياد ولا التصديق، احنا نقول ازاي انتفى التصديق، اصل هما بيقولوا انتفى التصديق، فالحقيقه قطعا ما انتفاش التصديق من قلبه لكن انتفى الانقياد. فالكفر عندهم شيء واحد وهو الجهل، الجهل بالايه بالله، بمعنى ان هو يجهل وجود الله ماشي كده، او يجهل كل صفاته، والايمان شيء واحد هو العلم او تجريب القلب وتصديق، يعني ممكن يعبر عنه تكذيب القلب يبقى ده كفر، وتصديقه هو الايمان، فانهم متنازعون عن تصديق القلب شيء غير العلم او هو هو،
هنا قول بأنه أقسى القول فيه في الإيمان، فقد ذهب إليه كثير من أهل الكلام المرجئة، وقد كفر السلف كوكيع بن الجراح وأحمد بن حنبل وأبي عبيد وغيرهم من يقول بهذا القول. فظيع قوي. اللي هو يقول هو مؤمن وإن سب الله ورسوله وعاد الله ورسول ويعادي أولياء الله ويولي أعداء الله ويهدم المساجد ويهدم المصاحب ويكرم الكفار، وهي في الحقيقة عشان كده النقطة دي على فكرة ذات نقطة أساسية. فهو بيقول اللي بيقول على اللي بيعمل الحاجات دي مؤمن يبقى كافر، اللي هم الغلاة الإرجاء اللي وصلوا لهذا الحد. ها؟ هم رجل إباحية؟ لا، هم هيستلزم منهم القانون. أيوة هو هيستلزم منهم الإباحية واخد بالك، لكن هو فعلا ظهور إن كده يستلزم منهم كل الكفار اللي مؤمنين في الباطن اللي بين ربنا حق. ربنا قال فإنهم لا يكذبونك، مش كده؟ ده كلام فعلا تكذيب للقرآن. بس ده هم يلتزموا أقوال الله. أه ثم لا ينجوا في العذاب في العقاب في الآخرة. ها؟ لا ينجوا في العقاب في الآخرة. لا، هم عندهم ان اللي عنده تصديق باطن مش هيعذب في الاخره ولا يعذب بالله. اه نعم. وافترق قول الجهم والمرجئه في ان هم المرجئه بيسموا المنافق مؤمن بالكراميه. الكراميه ما التزموش كده، التزموا كده بس التزموا انه مؤمن مخلد في النار. الحتة دي مهمة أوي في كثير من القضايا المعاصرة، لأن كتير جدا من إيه اللي هي تدل، يعني مثلا واحد زي ما بقول مثلا كده يعادي كل مصلي مثلا، ويعادي أو مثلا كل من يدعو إلى الله مثلا، وبعدين الناس تقول لا المهم إنه يعني يتتبع ذلك، بحيث إن كل من يفعل ذلك زي بالظبط، يعني اللي هي يعني لو جينا نقولها هي في قضية الحكم غير ما أنزل الله داخلة في الموضوع ده بالتأكيد، هي على سبيل التشريع العام. يعني يجد مثلا كل من مثلا لما يقول كل من زنى فيترك ولا يعاقب ولا يجوز عقابه، دي قضية من قضايا الكفر والعياذ بالله، دي نتيجة عدم الانقياد القلبي، ما تصدرش من واحد عنده مكان قلبي ان يقول كل من زنى يترك عقابه، يلزم ترك عقابه. ليه؟ لان هي زي ما بقول كده واحد يدور على كل واحد بيصلي ويعذبه، دي ما تصدرش ابدا من واحد يعني ايه مؤمن بالصلاه ابدا، لا مستحيل. ممكن يصوم مصدق ايضا ان الصلاه ربنا فرضها، بس دي ما تصدرش ممن ايه يدين لله بالصلاه، ماشي كده؟ لو واحد سن تشريع كده مثلا ان كل من يعني عبد الله يعاقب مثلا، ده يدل على انتفاء عمل القلب الباطن، انه لا يمكن يكون فيه خضوع لامر الله ويعمل كده. يقول وقد كفر السلف كوكيع بن الجراح واحمد بن حنبل وابي عبيد وغيرهم من يقول بهذا القول، وقالوا ابليس كافر بنص القران، وانما كفر باستكباره وامتناعه عن سنه لادم لا لكونه كذب خبره، وكذلك فرعون وقومه قال الله تعالى فيهم وجحدوا بها السحرات انفسهم ظلما وعلوا. قال موسى عليه السلام لفرعون لقد علمت ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والارض بصحبه، الادله قطع طبعا. وبعد قوله ولقد اتينا موسى تسع ايات بينات فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا، قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصيرا إني لأظنك يا فرعون مسحورا. فموسى وهو الصادق المصدوق يقول لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصيرا، فدل على أن فرعون كان عالما لأن الله أنزل الآيات، وهو من أكبر خلق الله عنادا وبغيا بفساد إرادته وقصده لا لعلمه. قال تعالى إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف الطائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان مفسدا. وقال تعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. وكذلك اليهود الذين قال الله فيهم الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. وكذلك كثير من المشركين الذين قال الله فيهم فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين لا يكذبونك. هؤلاء غلطوا في إسرائيل، أحدهما ظنهم أن الإيمان مجرد تصديق وعلم فقط، ليس معه عمل وحال وحركة وإرادة ومحبة وخشة في القلب. هذا من أعظم غلط المرجئة مطلقا، فإن أعمال القلوب التي يسميها بعض الصوفية أحوال ومقامات أو منازل السائلين إلى الله أو مقامات العارفين أو غير ذلك، كل ما فيها
مما فرضه الله ورسوله فهو من الإيمان واجب، وفيها ما أحبه ولم يفرضه زي الرضا مثلا، والصبر واجب والرضا مستحب، فهو من الإيمان المستحب. فالأول لابد لكل مؤمن منه، ومن اقتصر عليه فهو من الأبرار لأصحاب الجنة، ومن فعله وفعل الثاني كان المقربين السابقين. وذلك مثل حب الله ورسوله، بل أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، بل أن يكون الله ورسوله والجهاد في سبيل أحب إليه من أهله وماله. ده من الإيه؟ من الواجبات. ومثل خشية الله وحده دون خشية المخلوقين، ورجاء الله وحده دون رجاء المخلوقين، والتوكل على الله وحده دون المخلوقين، والإنابة إليه مع خشيته، كما قال تعالى: هذا ما توعدون لكل أواب خفيه من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب مؤمن. ومثل الحب في الله والبغض في الله والموالاة لله والمعاداة لله، دي كلها من الواجبات. وجود أصلها شرط في أصل الدين، وجود كمالها الواجب اللي هو يعني ما ذكره الله عز وجل شرط في كمال الواجب. والثاني ظنهم أن كل من حكم الشرع بأنه كافر مخلد في النار، ده الأصل الثاني اللي غلطوا فيه، ذاك لأنه لم يكن في قلبه شيء من العلم والتصديق، وهذا أمر خالفه به الحس والعقل على الشرع، وما أجمع عليه طوائف بني آدم السليم الفطرة وجماهير النظار، فإن الإنسان قد يعرف أن الحق مع غيره، ومع هذا يجحد ذلك لحسده أو لطلب علوه عليه أو لهوى النفس، ويحمله ذلك الهوى على أن يعتدي عليه ويرد ما يقول بكل طريق، وهو في قلبه يعلم أن الحق معه. وعامة من كذب الرسل علم أن الحق معهم أنهم صادقون، لكن إما لحسدهم، إما لإرادتهم العلو والرياسة، وإما لحبهم دينهم الذي كانوا عليه وما يحصل لهم به من الأغراض كأموال ورياسة وصداقة أقوام وغير ذلك، فيرون في اتباع الرسل ترك الأهواء المحبوبة إليهم أو حصول أمور مكروهة إليهم، فيكذبونهم ويعادونهم فيكون من أكثر الناس كإبليس وفرعون، مع علمهم بأنهم على الباطل والرسل. ولهذا لا يذكر الكفار حجة صحيحة تقدح في صدق الرسل، إنما يعتمدون على مخالفة أهوائهم، كقولهم لنوح: أنؤمن لك واتبعك الأرذلون. ومعلوم أن اتباع الأرذلين له لا يقدح في صدقه، لكن كرهوا مشاركة أولئك، كما طلب المشركون من النبي صلى الله عليه وسلم إبعاد الضعفاء كسعد بن أبي وقاص وابن مسعود وخبر بن أردت وعمر بن ياسر وبلال ونحوهم. كان ذلك مكة قبل أن يكون في الصحابة أهل السلطة، فأنزل الله تبارك وتعالى: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. أهل السلطة الآية. ومثل قول فرعون: أنؤمن لبشرين مثلنا وقومه ولنا عبدون. لا يقول إن ما فيش حجة، يعني دي على كذبه. وقول فرعون: ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت أنت من الكافرين. طب إيه ده؟ ده كذاب، ملهاش علاقة. هي فعلا اتباع أهواء، يعني إزاي تخرج عن طوعي. ومثل قول المشرك العرب: إن اتبع الهدى معك متخطف من أرضنا. يعني المشكلة قالوا الهدى، عارفين الهدى، بس خايفين على ايه؟ على ما هيصلوه. قال الله تعالى: اولم نمكن لهم حرما امنا يجبى اليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا. بالعكس، الناس مستنيه كنتم كذابين. طب ومثل قول القوم شعيب: له اصالتك تامرك ان نترك ما يعبد اباؤنا وان نفعل في اموالنا ما نشاء. ومثل قول عامه المشركين: انا ولدنا اباءنا على امه وانا على اثارهم مقتدون. هذه الامور وامثالها ليست حججا تقدح في الصدق، بل تبين انها تخالف ارادتهم واهواءهم وعادتهم، فلهذا لم يتبعوهم. هؤلاء كلهم كفار، بل ابو طالب وغيره كانوا يحبون النبي صلى الله عليه وسلم ويحبون علو كلمته، وليس عندهم حسد له، وكانوا يعلمون صدقه، ولكن كانوا يعلمون ان في متابعته فراق دين ابائهم وذم قريش لهم، فما احتملت نفوسهم ترك تلك العاده واحتمال هذا الذم، فلم يتركوا الايمان لعدم العلم بصدق الايمان به، بل لهوى النفس. فكيف يقال ان كل كافر انما كفر لعدم علمه بالله؟ ولم يكفي الجهميه ان جعلوا كل كافر جاهلا بالحق، حتى قالوا هو لا يعرف ان الله موجود حق. والكفر عندهم ليس هو الجهل باي حق كان، بل الجهل بهذا الحق المعين اللي هو ان ربنا موجود. ونحن والناس كلهم يرون خلقا من الكفار يعرفون في الباطن ان دين الاسلام حق، ويذكرون ما يمنعهم من الايمان، إما معاداة أهلهم، وإما مال يحصل لهم من جهتهم يقطعونه عنهم، وإما خوفهم إذا أمنوا أن لا يكون لهم حرمة عند المسلمين
لحرمتهم في دينهم وأمثال ذلك من أغراضهم التي يبينون أنها المانعة لهم من الإيمان مع علمهم أن الدين الإسلامي حق ودين الله. هذا موجود في جميع الأمور التي يوجد من يعرف بقلبه أنه حق وهو في الظاهر يجحد ذلك ويعادي أهله بظنه أن ذلك يجلب له منفعة ويدفع عنه وضره. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض وما يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بفتح الأمن من عنده فيصبح على ما أسر في المسلمين. كان على فساد قول الجهمية من ظنهم من غلط الشخصين، أحدهما ظنهم أن الإيمان مجرد تصديق وعلم فقط ليس معه عمل وخال محركة من غلط المحبة وخشية في القلب. هذا من أعظم غلط المرجئة المطلقة، فإن أعمال القلوب التي تسميها غلط الصوفية أحوال القناه أو منهج المستقيم إلى الله أو مقامة العارفين أو غير ذلك كل فيها مما فرضه الله ورسوله فهو من الإيمان الكامل. فيها ما أحبه ولا نفذه، وفيها طبعا حاجات من اختراعاتهم المقصود من أعمال القلوب ما بين الواجب والمستحب، وفيها ما أحبه ولا نفذه فهو من المستحب. الغلط الثاني ظنهم أن كل من حكم الشارع بأنه كافر مخلد في النار فإنما ذلك لأنه لم يكن في قلبه شيء من العلم والفضل. هي دي عكس الكلام اللي فاتش كده، يعني هو نفس التطبيق اللي يعتقد أن الإيمان تصديق فالكفر إيه؟ عدم تصديق. فعشان كده قالوا ان كل كافر كل من حكم الشرع بالكفر فلانه لم يكن في قلبه شيء من العلم والتصديق، وهذا امر خلقه به الحس والعقل والشرع. يعني ان الانسان قد يعرف الحق ويعاند، وجاب الادله على ذلك من كفر ايه؟ فرعون وابليس وطوائف مكذبه للامم بما فيهم مشرك قريش فانهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بيد الله يتخذون. وان الكفار دائما ما يذكروش حجج صحيحه وانما بيذكروا انهم خالفوا الايه؟ خلف اهواءهم. أنهم لك واتبع عن الهردلون ونحو ذلك. ولم يكفي الجهمية أن جعلوا كل كافر جاهلا بالحق حتى قالوا هو لا يعرف أن الله موجود الحق. والكفر عندهم ليس هو الجهل بأي حق كان، بل الجهل بهذا الحق المعين اللي هو بوجود الله. فلو أنه مقر بوجود الله باطنا ويعرف يبقى إيه؟ يبقى مؤمن كامل الإيمان، وده من أبطل البطل. التزموا هم تناقض رهيب، واللي ما التزموش يبقى كافر. ما التزمش التناقض ده اللي هو ايه؟ ان ابليس لما كفر كان ما يعرفش وجود ربنا، ماشي كده؟ فالتزموا التناقض ده، والا فتناقض قطعا يناقض الكتاب والسنه صراحه والاجماع. ان ابليس بعد ما كفر قال ربي خلقتني من نار، قال ربي فانظرني، مش كده؟ قال فبعزتك لاغوينهم. كل ده دليل ان ابليس كان يعرف برضه ايه؟ وجود ربنا، ماشي كده؟ اما لو ما التزموهاش بقى فهيقول ابليس مؤمن، يبقوا كفروا بإجماع. اللي بيقول بقى ان ما بقاش كافر، مفيش في الدنيا كافر الا اللي ما يعرفش ان ربنا صدق. زي اللي بيقول مثلا ان الكفره في زماننا دول هم اللي بيقولوا مفيش ربنا الشهيدين بس، اما كل من يقر بوجود الله فهو مؤمن. وده كلام هو كلام الجهميه الاوائل فعلا، بس للاسف ان في ناس بقى كبار قوي بيقولوا بيه. نسال الله العافيه. كان واحد كاتب اسلامي مشهور يقول ان الايمان في اصطلاح القران أن المؤمنين ليسوا أتباع دين خاص، ولكنهم المقرون بالإله الواحد. المقر بالإله الواحد. موجودة في الكتب. نسأل الله. فالكفر عندهم ليس هو الجهل بأي حق، بل الجهل بهذا الحق المعين. ونحن والناس كلهم يرون خلقا من الكفار، يعرفون في الباطن أن دين الإسلام حق، ويذكرون ما يمنعهم من الإيمان، إما معاداة أهلهم، وإما مال يحصل لهم من جهتهم يقطعونه عنهم، وإما خوفهم إذا آمنوا. أن لا يكون لهم حرمة عند المسلمين كحرمتهم في دينهم وأمثال ذلك من أغراضهم التي يبينون أنها المانعة لهم من الإيمان مع علمهم بأن دين الإسلام حق ودينهم باطل. وهذا موجود في جميع الأمور التي هي حق. يوجد من يعرف بقلبه أنها حق وهو في الظاهر يجحد ذلك ويعادي أهله
لظنه أن ذلك يجلب له منفعة ويدفع عنه ضرر. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض وما يتولوا منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيه يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله يأتي بالفتح وأمن من عندك ويصبح على ما أسروا في أنفسهم. فالمفسرون متفقون على أنها نزلت بسبب قوم ممن كان يظهر الإسلام في قلبه مرض خاف أن يغلب أهل الإسلام فيوالي الكفار من اليهود والنصارى وغيرهم الخوف الذي في قلوبهم لا لاعتقادهم أن محمدا كاذب واليهود والنصارى صادقون فهو لا يعتقد ذلك. وأشهر النقول في ذلك أن عبادة بن الصامت قال: يا رسول الله إن لي موالي من اليهود وإني أبرأ إلى الله من ولاية اليهود. فقال عبد الله بن أبي: لكني رجل أخاف الدوائر ولا أبرأ من ولاية اليهود. فنزلت هذه الآية. والمرجئة الذين قالوا الإيمان تصديق القلب وقول اللسان والأعمال ليست منه كان منهم طائفة من فقهاء الكوفة وعبادها ولم يكن قولهم مثل قول جهل. فعرفوا أن الإنسان لا يكون مؤمنا إن لم يتكلم بالإيمان مع قدرته عليه. وعرفوا أن إبليس وفرعون وغيرهما كفار مع تصديق قلوبهم لكنهم إذا لم يدخلوا أعمال القلوب في الإيمان لزمهم قول جهل. في الحقيقة هو ده موقع المعركة بين المرجئة الحقيقيين مش مرجئة الفقهاء. مرجئة الفقهاء اللي هم زي الطحاوي وأبي حنيفة وامثالهم بيقولوا إن التصديق عندهم تصديق انقيادي زي ما معنى التصديق من ضمن معناه العمل زي ما إيه ما والفرد يصدق ذلك أو يكذبه. بالنسبة التصديق التكذيب للفرد ماشي دول الفقهاء بيجعلوا التصديق فيه في تسليم واستسلام وانقياد زي ما كلام الطحاوي صريح جدا ولا يثبت أصل الإسلام إلا مع التسليم مع الاستسلام الإنقاذ والاستسلام. فكلمة التصديق عندهم تشمل عمل القلب ولذلك الخلاف معاهم مع أهل السنة قريب من اللفظ أو في معظمه لفظ إن هم بيسموه يعني من أخطأوا فيه أخطأوا في اللفظ بس يعني الخلاف. فهؤلاء إذا لم يدخلوا أعمال قلوب في الإيمان لازمهم قول جهل اللي هم ليه بقى لأن إبليس قال بلسانه إذا قرب وجود الله مش كده؟ ها؟ ها نفق بلسان يعني مصدق في قلبه ولسانه مش كده ومع ذلك فهو كافر. اذا ايه الفرق اللي هو عمل القلب مش كده عمل القلب اللي هو الانقياد القلبي اللي هو الخضوع لامر الله سبحانه وتعالى. وان ادخلوها في الايمان لازمهم دخول اعمال الجوارح ايضا فانها لازمه لها لازمه لاعمال القلوب يعني. ولكن هؤلاء لهم حجج شرعيه بسببها اشتبه الامر عليهم. يعني عايز يقول ان مأخذ الفقهاء المرجئة مش زي مأخذ جهم. مأخذ جهم اساسا بدع كلامية مش كده اللي هو الظن بان كل ان الايمان مجرد تصديق وعلم فقط والامر التاني ان هو ايه ان الكفر هو التكذيب فقط. لكن دول ايه اللي خلاهم يقولوا منها اللي هو الشبه بقى رأوا ان الله قد فرق في كتابه بين الايمان والعمل فقال في غير موضع ان الذين امنوا وعملوا الصالحات والعطف يقتضي المغايرة فقالوا إذن الإيمان غير العمل. ورأوا أن الله خاطب الإنسان بالإيمان قبل ولود الأعمال فقال يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق فقال يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا. وقالوا لو أن رجلا آمن بالله ورسوله ضحوة ومات قبل أن يجب عليه شيء من الأعمال ضحوة عن أول النهار ولسه ما جاش وقت صلاة الظهر يعني خصوصا صلاة الظهر عشان ما جاش إيه وقت الصلاة أساسا اللي هو وقت الضحى ده مش وقت صلاة إيه واجبة إذا لم يجب عليه صلاة عدى وقت الصبح ولسه ما جاش وقت صلاة الظهر ما ولم يجب عقيل لم يجب قبل أن يجب عليه شيء من الأعمال مات مؤمنا هو ده لم يفرقوا بين ما يجب ابتداء وما يجب استمرارا ماشي. وده برضو هيرد على جميع حد وكان من أهل الجنة فدل على أن الأعمال ليست من الإيمان. وقالوا نحن نسلم أن الإيمان يزيد بمعنى أنه كلما أنزل الله آية وجب التصديق بها فانضم هذا التصديق إلى التصديق الذي كان قبله لكن بعد كمال ما أنزل الله ما بقي الإيمان يتفاضل. خطأ من جهتين من جهة نوع التصديق إنه بيتفاضل ومن جهة بلوغ الآيات للبعض
كده؟ هو القرآن كله صحيح نزل، طب اللي صدقوا إجمالا غير اللي صدقوا تفصيلا؟ معانا؟ ماشي. يقول بل إيمان الناس عندهم يعني كلهم سواء، إيمان السابقين الأولين كأبي بكر وعمر، وإيمان أفجر الناس كالحجاج وأبي مسلم الخراساني وغيرهم. والمرجئة المتكلمون منهم والفقهاء منهم يقولون، والمرجئة المتكلمون والفقهاء منهم يقولون إن الأعمال قد تسمى إيمانا مجازا، عشان الأدلة الشرعية اللي فيها أن العمل تسمى إيه؟ إيمان، لأن العمل ثمرة الإيمان ومقتضاه، ولأنها دليل عليه. ويقولون قوله صلى الله عليه وسلم الإيمان بين 60 بين 70 شعبة، أفضله قول لا إله إلا الله وأدناه مثل الأرض عن الطريق مجاز، وده قول ضعيف جدا. مش كده؟ ولو قلنا يعني على اختلاف التسميات ده مجاز ولا ان مفيش تقسيم على المجاز، يبقى اختلاف حقيقي. المرجئة ثلاثة أصناف، الذين يقولون الإيمان مجرد ما في القلب، ثم من هؤلاء من يدخل فيه أعمال القلوب، وهم أكثر فرق المرجئة، كما قد ذكر أبو الحسن الأشعري أقوالهم في كتابه، وذكر فرقا كثيرة يطول ذكرهم، لكن ذكرنا جمل أقوالهم. ومنهم من لا يدخلها في الإيمان كجهم، ومن اتبعه كالصالحين، وهذا الذي نصره هو وأكثر أصحابه. نصره هو مين؟ لا، أبو الحسن وأكثر أصحابه. والقول الثاني من يقول هو مجرد قول اللسان، هذا لا يعرف لأحد قبل الكرم. والثالث تصديق القلب وقول اللسان، وهذا هو المشهور عن أهل الفقه والعبادة منهم، هؤلاء غلطوا من وجود. أحدها ظنهم أن الإيمان الذي فرضه الله على العباد متماثل في حق العباد، وأن الإيمان الذي يجب على شخص يجب مثله على كل شخص، وليس الأمر كذلك. دي أول نقطة، تفاضل الإيمان من جهة ما أمروا به. فإن اتباع الأنبياء المتقدمين أوجب الله عليه من الإيمان ما لم يوجبه على أمة محمد صلى الله عليه وسلم، تفاصيل التشريعات التي أمرت بها أنبياؤهم. إحنا نعرف تفاصيل التوراة؟ ما نعرفش كده؟ وجب على بني إسرائيل أن يؤمنوا بتفاصيل التوراة التي سمعوها من موسى؟ قطعا كده؟ طب إحنا واجب علينا الإيمان بالتوراة إيه؟ إجمالا لا تفصيلا. وأوجب على أمة محمد من الإيمان ما لم يوجبه على غيره، وأوجب علينا الإيمان بالقرآن، تفاصيل الشرائع اللي ولينا على محمد صلى الله عليه وسلم. والإيمان الذي كان يجب قبل نزول جميع القرآن ليس هو مثل الإيمان الذي يجب بعد نزول القرآن، اللي هم قالوه هم، مش كده؟ الخطوة اللي بعديها، والإيمان الذي يجب على من عرف ما أخبر به الرسول مفصلا ليس مثل الإيمان الذي يجب على من عرف ما أخبر به مجملا. من أهم النقاط في الرد على مبتدئين الإيه؟ بتوع التكفير، بتوع التوقف التبين، اللي بيشترط التفصيل في بعض المواطن، واللي ما يعرفهاش يبقى كافر جاهل. الولاية ونسب الحكم بالتفاصيل بتاعتهم. فهو بناء الكلام ده فعلا هو في الحقيقه الرجل اللي آمن ده ولسه ما عرفش الحاجات دي، ما وجبش عليه الامر ده، يجب عليه امتى يصبح ركن في الايمان؟ امتى؟ لما يبلغه تفصيلا. الإيمان الذي يجب على من عرف ما أخبر به الرسول مفصلا ليس مثل الإيمان الذي يجب على من عرف ما أخبر به مجملا، فإنه لا بد في الإيمان من تصديق الرسول في كل ما أخبر به، لكن من صدق الرسول ومات عاقب ذلك لم يجب عليه من الإيمان غير ذلك. وأما من بلغه القرآن والأحاديث وما فيهما من الأخبار والأوامر المفصلة فيجب عليه من التصديق المفصل بخبر خبر وأمر الأمر ما لا يجب على من لم يجب عليه إلا الإيمان المجمل بموته قبل أن يبلغه شيئا. وده الفرق المهم جدا بيننا وبينهم. بنقول هم عندهم الإيمان لا يصح مجملا فقط، مع المبتدئين اللي هم في التوقف دول عندهم لابد من قدر من التفصيل، وتيجي تمسكهم في قدر التفصيل ده فتعرف لا يمكن أن يحدده. العلم على فكره قطبي كله الموضوع ده، لابد من الحذر من النقطه دي. معظم المسمون بالقطبيين في الحته دي ما يكتبوش بالايمان المجمل بس. ايوه هو ده اللي كان مذكور، هو مش بس ده في حته لوحده، ده حتى ده في كذا موطن صراحه. يعني في كتب كتيره جدا
بتاخد كلام حد الاسلام ده وتطبقه، يعني كان اخرها مقال في مجله البيان العجلي بس مش مذكور بتوضيح بتاع حد الاسلام، بس مذكور فيه ثلاثه بالظبط برضه. حقيقه الايمان لازم الثلاثه دي، فعندنا حقيقه الايمان اجمالا لا اله الا الله، ولو بلغوا محمد رسول الله يبقى لا اله الا محمد رسول الله، بس عندنا بيثبت حقيقه الايمان بلا اله الا الله زي ما ربنا جعلها مفتاح الجنه وسبب الايمان والكلمه اللي قالها كل المرسلين، لو بلغوا دعوه رسول يبقى صدق الرسول، لو ما بلغتوش الا لا اله الا الله بس وصدق بيها يبقى ناجي باذن الله زي حديث حذيفه، مش كده؟ اللي هو لا يدرون الا لا اله الا الله، سمعنا ابانا اخونا هذه الكلمه مش عارفين اكثر منها، فلو ان الانسان ودول كافي عندهم ده مش واجب عليهم اكثر من كده، ولذلك ما يجوزش حمل احاديث خروج عصاة الموحدين الذين معهم قرن المؤمنين قط على الناس دي. ليه؟ لان الناس دي ما وجبش عليها اكثر من كده عشان يعذبوا عليها عشان يخشوا النار، مش كده؟ لانهم ما بلغوش في الحاله دي هي اللي تنفع. الحقيقه ان دول مش هيكونوا اهل النار. ليه؟ لزوال العلم. وهو ما وجبش عليهم لعدم وجود العلم، لان رفع الرافه النصارى، رفع القران، وما اصبحوش يعرفوا حقيقه دي، يبقى منين يجب عليهم الصلاه؟ طبعا بلا شك ان الكلام ده مش حق الناس، احنا بنقول الايمان المجمل لا اله الا الله، ان لا يعبد الا الله بس كده اجمالا لا تفصيلا. التفصيل بعد كده كل ما بلغه تفصيل كل ما لزم، ما يوقفش التفصيل عند حد معين. يعني لو قال في النسك انت تيجي تمسكه هتقول كده لما يقول الحكم لله والنسك لله والولايه لله بلا شريك بقى مسلم، ولا لازم يعرف تفاصيل النسك؟ تعرف ان النسك دي كلمه واسعه تشمل الدعاء والعباء والاستغاثه والذبح والنذر والطواف والركوع والسجود وانواع عبادات تفضل لازم يقضي لها واحد واحد، انواع الموالاه لازم يقضي لها واحد واحد. هتقول له ايه فيها؟ هنقول احنا طب ايه؟ بنقول الحاجات دي واجبه في الدين، حكم الولايه والنذر صح، كل ما يبلغ واحد كل ما يلزمه انه يقر بيه ويصدق بيه ويبقى الايمان في حقه شرط فيه ان هو يقر بان لا يدعى الا الله ولا يذبح الا لله، بعد ما يبلغه ان الذبح ايه؟ عباده. بعد ما يبلغ ان الحكم لله لابد ان يقر ان الحكم لله، بعد ما يقر ان الحب في الله والبغض في الله يبقى يلزمه انه يقر ان الحب في الله والبغض في الله، وكل حاجه معاني الموالاه بعد ذلك، وكل معاني معاني الحكم ده اللي مش هنقف عند الحد ده، عند الثلاثه دي هنقول بما فيها اذا بلغوا الملائكه يؤمن بالملائكه، واذا بلغوا اليوم الاخر يؤمن باليوم الاخر، واذا بلغوا الامام القضاء القدر يبقى مش هنقف عند، اذا بلغوا كل حاجه التفصيل تفصيل واجمال الآيات جاية وجود فضل الإيمان جاية، لو قصروا وما بلغوش كافر، لو إنه بلغوا فردوا وكذب يا رد أو كذب، أما قصر فلم يطلب العلم يبقى مقصر طلب العلم، لكن الإيمان المجمل اللي حصل له ما زالش بمجرد الجهل الناشئ عن عدم البلاغ. معقول إن الأمور دي كلها بالغة معلومة تفرق بقى، أنا لو قال كده يبقى لا، يبقى احنا يبقى اختلاف معانا في الفتوى مش في الحكم. الحال ما هو ده في الحقيقه يعني الاختلاف مع المشايخ اللي بيفتوا بعدم القدر بالجهل في الفتوى مش في الحكم. يعني المشايخ اللي بيقولوا ان الحاجات الدعوات انتشرت لغايه ما وصلت للناس، وان فتوى هيئه كبار العلماء بيقولوا ان في دعوات في هذه البلاد ودعوه انصار السنه في مصر ومش عارف فين في السودان وفي افريقيا في ايه، وان دي دعوات انتشرت والناس كلها عارفاها. ده كلام طبعا المنازعه فيه فين بقى؟ في الجزء هون في الجزء التطبيقي، مش كده؟ ان الدعوات دي انتشرت حتى وصلت الناس كلها ولا لا؟ مش كده؟ انها هي في محصوره في طائفه صغيره من عموم المسلم بالنسبه الى عموم المسلم، بس مش هيكون اختلاف في التاصيل، لكن اللي مختلف معاه في التاصيل مين؟ اللي بيقول ان هو انا عارف انه ما بلغوش وهو كافر كذلك. زي كلام تعدي سام بيقول اما كافر جاهل واما كافر ايه معاند. اللي ما بلغوش اللي ما يعرفش الثلاثه دي ما يبقاش مسلم اساسا، ما يبقاش عنده شيء من الايمان ابتداء. اما كافر جاهل؟ اما كافر جاهل واما كافر معاند. وبين كلام ابن القيم على الطبقه 17. الطبقه 17 طبقه المكلفين اللي هي طبقه مقلدي الكفار. اللي هم معتقدين نفسهم على الحق. مش معاندين زي رؤوس الكفر. معانا؟ فهم الناس دي اساسا خدم الكفار وعابدهم واتباعهم، مش كلهم عارفين الحق. بل قالوا لهم محمد انت كذاب، قالوا كذاب. خلاص. فده من لم ياتي بهذا الايمان كافر جاهل، مش كده؟ من لم يشهد ان لا اله الا الله رسول الله وهو يعتقد فعلا انه يبصر صنعه، يبقى ده كافر ايه؟ جاهل.
قال بقى جاب كلام ابن القيم ده كده وراح جاي كاتب بقى من عنده هو فيه والكلام على اركان الحد كان الكلام على الحد كله الكلام اركان الحد اللي هو الثلاثه الولايه ونسك هو كما حد فمن جاهل احد منها يبقى جاهل بايه بالحد لكن الكلام اللي بلغه يجب يبقى هو يجب ان يطلب العلم بس ده لكن لو هو ما بلغوش يبقى لسه ما يزولش الايمان الاجمالي بالنسبه له اصل الدين ولا اله الا الله تفصيلي بدون تفصيل ده اصل الدين واخد بالك اللي هو المعنى الاجمالي للا اله الا الله ان لا يعبد الا الله ان ربنا خلق السماوات والارض لا يعبد سواه بس بعد كده بقى تفاصيل العباده يعني ايه يبقى تيجي بعد كده شيخ من يخلفوا الايمان يتوقف على العلم او بالاوامر والنواهي على النفس ها الايمان يتوقف على علم المسلم او الفرد بالاوامر كلها لا مش هلتزموا دي بس هو في الحقيقه تلزمهم لان احنا نقول لهم هتوقفون غدين واخد بالك زي ما ابن تيميه الزمهم بيلزم المرجئه هيلزمهم اذا ما التزموش ان الايمان يزول ينقص انه لا يكون احد مؤمنا حتى يعرف جميعا ما اخبر به الرسول حد المساواه اللي هم عليه ها حد المساواه سواء ايه؟ سواء ايمان ابي بكر وعمر والحجاج عند دول؟ عند المرجئه عندهم اصل التصديق ونطق اللسان ان دول مصدقين بالقران كله والحجاج مصدقين كله ودول قالوا لا اله الا الله وده قال لا اله الا الله وده كلام فاسد طبعا بلا شك ان التصديق غير التصديق زي ما قلنا وبعدين الاجمال غير التفصيل ماشي وبعدين اعمال القلوب نفسها لازم تدخل والا لازمهم قول جهل ماشي وأعمال القلوب متفاوتة بقى كمان لا مش محسس يعني ايه كل ما يبلغه تفصيل يضرب قصد دي في حقه هو يعني لو واحد ما عرفش ما هو هو بيفترض ان الدائمية حاجة عجيبة جدا بيفترض ان واحد ما سمعش ان الرسول جاء بذلك ولا انه اتاه رسول ومات على ذلك ينفعه لمن يقول او تخيل قال لا اله الا الله رسول الله انا مصدق بذلك وبعدين هبقى اتعلم بقى ايه السنه الجايه هروح مصر اتعلم او اروح السعوديه اتعلم وفضل على اللي هو عليه ماشي كده بشكل دي شفت بقى الحته بتاعت الشيخ مفهومه غلط ازاي من اعرض عن دين الله لا يعلم ولا يعرف بعد اقامه الحجه لا يعلم ولا يتعلم معرض عنه بعد ما ياتيه استدل الشيخ بايه ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها مش كده؟ إذا هذا الكلام الشيخ بيحتاج بيه على واحد هو اللي بعد ولا ذكر وأعرض؟ واحد ذكر وأعرض هو ده اللي بيتكلم عليه واخد بالك؟ ده كلام الشيخ دي الحتة دي موجودة في كتب كتيرة جدا تحتاج لكلام الشيخ وهم غرضهم خليل واخد بالك؟ ولو يعرف احتجاج الشيخ بأنهي آية واخد بالك؟ يعرف إن مقصود الشيخ إيه؟ واحد بيعرض عن الحجة بعد قيامها علشان مش عايز يفهم عشان الكبراء والشيوخ ما قالوش الكلام ده. فالعياذ بالله. فإعراض الحجة بعد أن يذكر كده ومن أمر ممن ذكر بآيات ربي فأعرض عنه. ده الإعراض وإلا فالإعراض يطلق على معاني كثيرة في القرآن كده. الإعراض عن الشهادة مش نوع من الإعراض. إعراض جزئي عن دين الله. كده؟ إن دين الله قال له تروح تشهد الشهادة وإن تلو أو تورده فإن الله كان يتعامل قدير. فهنا إعراض جزئي كده؟ ومع ذلك مش كاتب بإجماع لا لا اعرض عن الشهاده لا اعرض ماشي فالاعراض عن الحجه بعد كده والاعراض الكلي عن الدين ما شكش لا اله الا الله رسول واما من بلغه القران والاحاديث وما فيهما من الاخبار والاوامر المفصله فيجب عليه من التصديق المفصل بخبر الخبر وامر الامر ما لا يجب على من لم يجب عليه الا الايمان المجمل بموته قبل ان يبلغه شيء من اهم المواطن كده نحفظها كويس لان هي دي توضح لنا الفرق بين الايمان والتفصيل وايضا لو قدر انه عاش فلا يجب على كل واحد من العامه ان يعرف كل ما امر به الرسول وكل ما نهى عنه وكل ما اخبر به بل انما عليه ان يعرف ما يجب عليه هو وما يحرم عليه فمن لا مال له لا يجب عليه ان يعرف امره المفصل في الزكاه ومن لا استطاعه له على الحج ليس عليه ان يعرف امره المفصل بالمناسك ومن لم يتزوج ليس عليه ان يعرف ما وجب للزوجه فصار يجب من الايمان تصديقا وعملا على اشخاص ما لا يجب على اخرين وبهذا يظهر الجواب عن قولهم خوطبوا بالايمان قبل الاعمال ان هم قبل العمل ده ما كانوش واجب عليهم العمل ده مش كده بس يا ايها الذين امنوا قبليها مثلا يعني نقول مثلا يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام اللي دخل في يا ايها الذين امنوا دول
قبل ما يجب الصيام كان واجبة الصلاة مش كده؟ دي كان يا أيها الذين كانوا اللي صلوا ولا لا؟ كانوا اللي بيصلوا مش كده؟ بس الصيام ما كانش واجب ساعتها، وده من أقوى الحجج. فأنا أقول من أعلى إيمان الأولى، وكان يعني داخلة في العمل قبل كده. إن قلتم إنهم، فنقول إن قلتم إنهم خطيبوا به قبل أن تجب تلك الأعمال فقبل وجوبها لم تكن من الإيمان، وكانوا مؤمنين الإيمان الواجب عليهم قبل أن يفرض عليهم ما خطبوا شرطه، فلما نزل إن لم يقروا بوجوبه لم يكونوا مؤمنين. ولهذا قال تعالى ولله على المسجد البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. ولهذا لم يجد ذكر الحج في أكثر الحديث التي فيها ذكر الإسلام والإيمان، حديث وفد عبد القيس، حديث الرجل النجدي الذي يقال له ضمام ابن ثعلبة، وإنما جاء ذكر الحج في حديث ابن عمر وجبريل، ذلك لأن الحج آخر ما فرض من الخمس، فكان قبل فرضي لا أدخل في الإيمان والإسلام. فلما فرض أدخله النبي صلى الله عليه وسلم في الإيمان إذا أفرد، وأدخله في الإسلام إذا قرن بالإيمان وإذا أفرد. سنذكره إن شاء الله متى فرض، سنذكره إن شاء الله متى فرض. كذلك قولهم من آمن ومات قبل وجوب العمل عليه مات مؤمنا فصحيح، لأنه أتى بالإيمان الواجب عليه، والعمل لم يكن واجب عليه لا، فهذا مما يجب أن يعرف، فإنه تزول به شبهة حصلت للطائفة. فإذا قيل الأعمال الواجبة من الإيمان، فالإيمان الواجب متنوع ليس شيئا واحدا في حق جميع الناس. وأهل السنة والحديث يقولون، الحديث يقولون جميع الأعمال الحسنة واجبها ومستحبها من الإيمان، أي من الإيمان الكامل بالمستحبات ليس من الإيمان الواجب. ويفرق بين الإيمان الواجب وبين الإيمان الكامل بالمستحبات، كما يقول الفقهاء الغسل ينقسم إلى مجزئ وكامل، فالمجزئ ما أتى فيه بالواجبات فقط، والكامل ما أتى فيه بالمستحبات. ولفظ الكمال قد يراد به الكمال الواجب وقد يراد به الكمال المستحب. وأما قولهم إن الله فرق بين الإيمان والعمل في مواضع فهذا صحيح، وقد بينا أن الإيمان إذا أطلق دخل أدخل الله فيه ورسوله فيه الأعمال المأمورة بها، وقد يقرن به الأعمال، وذكرنا نظائر البلاد كثيرا، وذلك لأن أصل الإيمان هو ما في القلب، فالأعمال الظاهرة لازمة لذلك، ولا يتصور وجود إيمان القلب الواجب مع عدم جميع أعمال الجوارح. هذه مهمة قوي قوي، خدها بالنا منها كويس. الشيخ يقول لا يتصور وجود إيمان القلب الواجب، إن البعض يحتاج بيها على وجوب جنس العمل مطلقا والا زال اصلي، مع ان كلام الشيخ واضح جدا انه بيتكلم على الايمان الايه الواجب، مش على اصل الايمان. لا يتصور وجود ايمان القلب الواجب مع عدم جميع اعمال الجوارح، بل متى نقصت الاعمال الظاهره كان ينقص الايمان الذي في القلب، فصار الايمان متناويا للملزوم واللازم وان كان اصله ما في القلب. وحيث عطفت عليه الاعمال فإنه أريد أنه لا يكتفى بإيمان القلب، بل لابد معه من العمل الصالح. يعني اللي هو نقول عطف خاص على العالم. ثم للناس في مثل هذا قولان، منهم من يقول المعطوف دخل في المعطوف عليه أولا، ثم ذكر في اسمه الخاص تخصيصا له، لئلا يظن أنه لم يدخل في الأول، وقالوا هذا في كل ما عطف فيه خاص على عام، كقوله من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل، وقوله إذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومين ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم، وقوله والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم، فخص الإيمان بما نزل على محمد بعد قوله والذين آمنوا، وإنه نزل في الصحابة وغيرهم من المؤمنين، وقوله حافظوا على الصلاة والصلاة الوسطى، وقوله وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وهي ضمن العبادة الصلاة بشأن العبادة، وقول الذين آمنوا وعملوا الصالحات كقوله وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. فإنه قصد أولا أن تكون العبادة لله وحده لا لغيره، ثم أمر بالصلاة والزكاة ليعلم أنهما عبادتان وليتان، فلا يكتفى بمطلق العبادة، فلا يكتفى بمطلق العبادة الخالصة دونهما، وكذلك يذكر الإيمان أولا لأنه الأصل الذي لا بد منه، ثم يذكر العمل الصالح لأنه أيضا من تمام الدين لا بد منه، فلا يظن الظان اكتفاءه بمجرد ايمان ليس معه العمل الصالح. وكذلك قوله الف لام من ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاه ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما انزل اليك وانزل من قبلك بالاخره هم يوقنون اولئك على هدى من ربهم واولئك هم المفلحون. وقد قيل ان هؤلاء هم اهل الكتاب الذين امنوا بما انزل عليه وما انزل على من قبله كابن سلام ونحن،
وأن هؤلاء نوع غير نوع المتقدم الذين من الغيب. وقد قيل هؤلاء جميع المتقدمين الذين آمنوا بما أنزل إليه وما أنزل من قبل في آية البقرة. وهؤلاء هم الذين يؤمنون الغيب وهم سنفهم إنما وصفوا لتغير الصفتين كقوله سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى. ده أصلا إن هم دول كلهم وإنما وصف لتغير الصفات. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء. فهو سبحانه واحد عاطف بعض الصفات على بعض كذلك والصلاة الوسطى والصلاة الوسطى. والصفات إذا كانت معارف كانت التوضيح تضمنت المدح والذم أو الذم. يقول هذا الرجل هو الذي فعل كذا وهو الذي فعل كذا وهو الذي فعل كذا تعدي محاسنه. لهذا مع الاتباع قد يعطفونها وينصبون أو يرفعون. هذا القول هو الصواب. فإن المؤمنين بالغيب إن لم يؤمنوا بما أنزل إليه وما أنزل من قبل لم يكونوا على هدى من ربهم ولا مهتدين ولا مستقيم. وكذلك الذين آمنوا بما أنزل إليه وما أنزل من قبله إن لم يكونوا من الذين آمنوا بالغيب ويقيمون الصلاة وما رزقهم الله ينفقون لم يكونوا على هدى من ربهم ولم يكونوا مهتدين ولم يكونوا مستقيم. فدل على أن الجميع صفة المهتدين المتقين الذين اهتدوا بالكتاب المنزل على محمد فقد عطفت هذه الصفة على تلك مع أنها داخلة فيها لكن المقصود صفة إيمانهم وأنهم يؤمنون بجميع ما أنزل الله على أنبيائه لا يفرقون بين أحد منهم. وإلا فإذا لم يذكر إلا الإيمان بالغيب فقد يقول من لم يؤمن ببعض ويكفر ببعض فقد يقول ممن يؤمن ببعض ويكفر ببعض نحن نؤمن بالغيب. تفصل علشان يدخل في ذلك التفصيل المهم. بعض من يكذب الرسول يقول نحن نؤمن بالغيب ماشي كده وهو يؤمن ببعض الغيب. فلما فصل بما انزل اليك وما انزل من قبلك اصبح هذا ايه تنصيص ولا داخل في الغيب الذي امر به. هنا ذكرت ايه سبح ربك الاعلى قال انها عطف بعض صفاتها على بعض. ايوه الصلاه الوسطى قال هي كذلك لأنه سبق أن قال إن عطف بعض الشيء عليه حافظ على الصفات والصفات صح. هي كذلك دي من هو نفس الباب مش عطف الصفات على بعض باب اللي هو عطف الخاص على العام أو عطف تعدد الصفات يعني الباب ده باب واحد. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.